النهارده معانا وحش جديد وموضوع مهم. بعد ما قعدت معاكم في التدريب الفردي مع حوالي 800 شخص منكم، اتضح لي كده ثلاث اسباب شائعه ليه معظمكم لسه سنجل. اسباب هنتكلم عليها النهارده واقول لكم نتعامل ازاي. عشان نفهم الموضوع احسن تعال احكي لكم قصه ثلاثه من الطلاب بتوعي. طالب اسمه يونس، طالب اسمه خالد، واخر واحد شادي. نبتدي بيونس. يونس كان مقفل اللعب، شكله حلو، لبسه حلو، بيتمرن وشكله حلو في اللبس، بيروح اماكن، بينزل صور ستوريات على انستغرام زي ما الكتاب قال. بس برضه عنده مشكله، بيقول لي كل ما انزل ديت مع اي بنت الموضوع بيبقى ممل، مش عارف اتكلم في ايه، ببقى زهقان، ببقى حاسس ان هي زهقانه وانا زهقان، مش عارفين ناخد وندي. وهنا نوع على اول سبب مخلي معظمكم لسه سنجل، وهو انكم فاكرين انكم لازم تروحوا للموضوع بالطياره. عايزك تفهم ان الموضوع من A to B، من انكم تبقوا غرب مش عارفين بعض لانكم بتحبوا بعض او مستلطفين بعض. انك تروح من A to B بالطياره اللي هو تبقى خفيف ظريف، بتعرف تفتح مواضيع، بتعرف تضحك البنت، مش محتاجه حتى تفكر انها تحبك ولا هي حباك، او تروح ماشي زي ما معظمنا بيروح. ازاي تخلي الديت لذيذ بطريقه المشي؟ خطوات بسيطه، حرفيا هتمشي. انا ببساطه عايزك لو انت مالكش في فتح المواضيع، لو انت مش خفيف ظريف من غير ما تبقى رجوز طبعا، عايزك تخلي الديت نفسه هو اللي انترستنج. ما تقعدش في حته واحده، تتكلم نص ساعه، تشربوا حاجه، بعد كده تاخدها تطلعوا على ماك تاكلوا حاجه. انا بفضل حته هيلثي طبعا، بس ما علينا. لو الديت ساعه بتاكلوا ولا حاجه وبترغوا شويه، بعد كده تقوم تاخدها تتمشوا على البحر شويه، تتمشوا في حته فيها ناس فيها زرع، المهم يبقى الموضوع فيه حركه كتير. مش محتاج تقعد 3 ساعات في حته او ساعتين في حته عمال تسال وتفتح مواضيع وتاخد يدي، الموضوع بيقلب انترفيو. انا دايما ببتدي يا بولينج يا بلياردو، الموضوع بتبقى باد اس لو بتعرف تلعبهم، بيبقى شكلك حلو قدامها، بيكسر الايس اللي بينكم بسرعه. نص ساعه ساعه الا ربع كده بتقلبوا على اكل، الموضوع بيبقى لذيذ برده. نص ساعه ساعه الا ربع تروحوا تتمشوا في حته، انا بتمشى على المارينا او بتمشى في حته على البحر مثلا. كده انت خليت الديت لذيذ مسلي مش متعب، من غير حتى ما تحتاج انك تبقى فاني او لذيذ او بتضحك. الديت نفسه ادفنتشرس، مليان مغامرات زي ما تقول. البنت هتحبك من غير مجهود منك بزياده، هتحس ان ايه ده، في كذا مكان، في كذا تجربه في يوم واحد، الموضوع لذيذ، سهلت الموضوع على نفسك، مش محتاج تبقى سوبر فاني ولا سوبر اي حاجه، موضوع بيزك، خدتها من A to B ماشي مش بالطياره. وبخصوص الطياره عايزين نبص بصه على الوحش اللي معانا النهارده. وحش شكله على وضعه، اللوتس اميرا. ليتس هاف سم فان. This is the life guys. كل اللي انا بعمله عشان الحريه ان انا اعمل حاجات شبه دي. المهم يا سيدي هنيجي لخالد. خالد بيعمل ايه بقى؟ بكل بساطه كان بيكلم واحده اسمها مي، بس مي مجنونه حبتين، كل شويه تديله الشيت تيست من دول، تعمل حاجه غريبه مش مفهومه، تستفزه في حاجه، تعمل حاجه ملهاش سبب مجرد بس عشان تاخد رياكشن منه. وهو كان كل اللي بيعمله انه عايز يتكلم، عايز يتفاهم، ايه اللي بتعمليه ده؟ فهميني، طب ليه؟ طب ايه الغلط؟ طب ايه اللي حصل؟ لا مؤاخذه كده ما فهمش الهدف من الشيت تيست. وهو ببساطه ان في حاجات ما ينفعش تعدي، لازم تحط خطوط حمراء، لما البنت تعملها تاخد موقف على طول، ولازم تفهم ايه الاسباب اللي حصل ده، واللي حصل ده ما يحصلش تاني عشان ضايقك. انت لما بتخش حته السم مود كل حاجه بتعدي، اي حاجه عاديه حتى لو الدنيا ماشيه كويس، ساعتها الدنيا ما ينفعش تعدي، لازم تحط حد وتقفل على الموضوع على كده، عشان حتى لو الدنيا ماشيه كويس هتبوظ منك لو انت بقيت كده، البنت هتفقد احترامها كله ليك. ما تبقاش زي خالد، ما تعكش الدنيا بعد ما انت ظبطتها، السم مود ما ينفعش. That's how the game goes. Lifestyle getting real, real. Lifestyle is a handful. I'm a one, only one dog. That's a fact, that's a case closed. Do road, then I lay low. Wake up and do it every day. ومن أهم أسباب إنك لسه سنجل إنك مش مهتم بده. وهنا يجي دور تيجي هاني.
الموضوع بيبقى عباره عن اشتراك شهري بيبعتوا لك بوكس بيبقى موجود فيه كل حاجه. قدامك تختار من 3 ليفلات. اول ليفل بيبعتوا لك فيه كريم الووش اللي هو الغسول، وكريم التقشير اللي هو السكراب، وكريم ترطيب الصبح اللي هو الاي ام مويسترايزر اللي فيه اس بي اف 20 لحمايتك من اشعه الشمس، والبي ام مويسترايزر مرطب بالليل اللي بتحطه قبل النوم. لما تعلى بقى ليفل 2 بنزود كريم ترطيب تحت العينين لازاله الهالات السوداء والانتفاخ، ولو عليت ليفل 3 بتاخد كريم السوبر سيروم للتجاعيد وشد الوش. حلاوه تي جي ان لي بقى انهم مجموعه منتجات من شركه واحده متصممه انها تشتغل مع بعض عشان تديك احسن نتائج، فده بيديهم افضليه انهم يدوك اعلى جوده ممكنه من غير ما يعلوا السعر ابدا، خصوصا لانهم بيبيعوا للعميل اونلاين مباشره من غير اي ريتيلر في النص زي كارفور او اي صيدليه. انا بقالي سنين بستعمل منتجات مختلفه للسكين كير، وحرفيا تي جي هانلي بيلعب في حته لوحده. من احسن الحاجات اللي انا حطيتها على وشي هتلاحظ الجوده من اول ما تستعمله. سيستم بسيط معمول للرجاله، عارفين احنا خلقنا ضيق. هنيجي بقى لاخونا شادي، كان مصاحب بنت اسمها نورهان، انه قبل ما هما يرتبطوا كان بيشوف منها علامات وحشه كتير، ريد فلاجز، بتنزل صور مع شباب كتير، بتخرج ومقضياها وانبساط على الاخر. ما تفهمنيش غلط، انا ما بقولش ان نورهان وحشه، بس مش على مزاج شادي. شادي حب يعمل ايه بقى؟ قال لا انا هرتبط بيها وهصاحبها وهحاول اغير منها. وهنا الكارثه، انت مش هتعرف تغير من حد، انت مش هتعرف تنقذ اللي ميؤوس منه. وهنا نتعلم من شادي ان في بنات كده مش هتنفع تغيرهم. ما ترتبطش ببنت على اساس انك انت المنقذ، انت اللي هتعمل حاجه ما حصلتش قبل كده، انت مش اول واحد في حياتها، كلهم حاولوا ولو كان حد عارف كان زمانها اتغيرت. فعايزين نتعلم من اخونا شادي درس كده، ان البنت لو مش عاجباك من الاول، لو مش تيبك من الاول، ما تحاولش وهتتقفل من صنف البنات كله. فعشان خاطري لو هي مش على مزاجك من الاول ما تحاولش. الموضوع بسيط، ريد فلاجز اقطع، شفت حاجه صغيره كده ممكن تتظبط ماشي، بس كذا حاجه لا. نتعلم من شادي يا اخوانا، الموضوع بسيط، احنا بنحاول على قد ما نقدر قبل الارتباط نفلتر، اللي هنلاقيه كويس هو اللي نقربه نصفيه من الفلتر. نشوف بقى بعد كده كل الكويسين مين اقل فيهم في الصفات اللي مش عجبانا، نفلتر تاني. بعد ما نفلتر كل ده مين اكتر واحد فيهم الانرجي بتماتش معاه، بيفهمنا، دماغه شبهنا. وبعد ما تفلتر كل البنات دي تنزل بقى مع 2 3 وتشوف انهي انسب واحده وانهي اكتر واحده في الشخصيه عجباك. ساعتها انت حسنت فرصك من الاول من قبل ما ترتبط، مش هتتعب نفسك انك تحاول تغير حد. وبس كده يا سيدي، ده الموضوع ببساطه. لو عندك لسه اي مشاكل وحابب تفاصيل اكتر، حاببني اقعد معاك ونتكلم مع بعض فيس تو فيس فيديو كول، تعالى في التدريب الاونلاين مفيش حجه. هسيب لك اللينك فوق في الاي وتحت في السيرش في اول كومنت برده، ما تترددش انك تسجل معانا. وزي ما بيقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفك على خير. I've been scoring, I've been scoring, I've been scoring.